بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في هذه الحلقة 72 بعد 108، نتناول آيات من سورة الأنعام. يقول تعالى في الآية 125 من سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ضيق الصدر وسعة الصدر مسائل نسبية، يعني ممكن يضيق صدري بالمعنى بالكلام، حد قال كلام فخنقني، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ممكن ناس تقول كلام فيضيق صدري، ناس من القرايب، ناس من الزملاء، ها بيقولوا كلام يضيق الصدر. في واحد بيقول كلام مش مظبوط خالص يخليك خلاص قفلت، يبقى ضيق الصدر ده ضيق معنوي. سمعت كلام وحش قوي فأذاني فخنقني. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، توضى وصلي ركعتين واسجد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وافضل ادعي واعبد واسجد وادعي واعبد لغاية لما الكرب يتفك. هذه واحدة. في ضيق صدر حقيقي، ده ضيق صدر معنوي بالكلام الوحش. الضيق الصدر الحقيقي أورجانيك، يعني ان واحد شرب كتير قوي سجاير لغاية لما اتخنق فما بقاش قادر ياخد نفسه، عنده سي او بي دي، يعني كورونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، حاجة هو خنق نفسه من كتر السجاير فما بقاش في مكان يتنفس منه. هذا ضيق صدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره. طول ما الإنسان عنده سعة صدر يتحمل الدنيا كلها. أنا بقول للناس كبار السن اللي عندهم أحفاد، طول ما عندك صدر رحب تستحملي أحفادك هتلمي ولادك وولاد ولادك، وتبقى أنت دايما اللي لما العيلة. لكن لما يضيق صدرك وتبقى أنت مش قادرة تستحملي الولاد، ودول بيقلبوا الدنيا وبيقلبوا مش عارف ايه وبيوسخوا ايه ومش مستحملة الضجيج، محدش هيجيلك ومحدش هيسأل عنك. طول ما انت ما عندكيش سعة صدر تستحملي احفادك هيطفشوا منك وهيكرهوا يزوروكي. وياما جدات واجداد الاحفاد مش راضين يزوروهم خالص. ليه ما بتزورش جدك؟ ليه ما بتزورش جدتك؟ ليه؟ لا 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 لا، ده وحش، انت عملت انطباع وحش قوي عشان صدرك ضيق، ما عندكش سعة صدر، تعرفش تجذب الناس، بتعرفش تجذب أحفادك، وما بتعرفش تلم ولادك في حضنك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا دي فيها حاجة علمية، إن كل ما بتطلع فوق كل ما صدرك بيضيق. يعني إيه؟ يعني كل ما تطلع فوق كل ما الأكسجين يقل وكل ما الضغط يزيد فتحس ان انت مخنوق. عشان كده ربنا بيقول كأنما يصعد في السماء، زي ما يكون بيتنفس في السماء، مع ان انت نظريا المفروض لما اطلع فوق يبقى الهواء نقي، يبقى الهواء متاح، لا لا لا، الهواء النقي والمتاح موجود على الارض تحت مش فوق. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيم. كل شوية ربنا يقول يا جماعة والله العظيم هو ده الطريق بتاع ربنا، اللي بيحب ربنا فيش غير ده، من لم يسعده كلام الله فلا أسعده أحد، ومن لم يهذبه الشرع فلا هذبه أحد. إذا كان كلام ربنا مش قادر يطيب نفسك أنت كده، يعني لابد أن تكسر من الاستغفار ولابد أن تكسر من السجود لله. تكسر من الاستغفار وتكسر من السجود لله عشان ربنا يفرج عنك ما أنت فيه. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الناس المحترمة دي لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام. يا رب يا رب أدخلنا دار السلام بسلام يا رب. تيجي قضية مهمة جدا جدا، قضية العلاقة بين الجن والإنس. الذي نفهمه من العلاقة بين الجن والإنس أن الله سبحانه وتعالى قد أذن لبعض الجن أن يدخل إلينا، يخش جسمنا فيوسوس إليه، أذن له.
ازاي؟ زي ما اذن البكتيريا والفطريات والميكروبات، ما انا مناخيري انفي مليان بكتيريا وفطريات، وفمي مليان بكتيريا وميكروبات، وشعري وجلدي عليه ملايين البكتيريا والفطريات، وامعائي عليها عشرات الالاف من البكتيريا، بعضها نافع وبعضها ضار. اذا انا والميكروبات والحشرات والفطريات في علاقه تكافليه، عايشين مع بعض. زي البكتيريا والفيروسات والميكروبات والفطريات في جن، الجن ما لطف وخفي من الايه؟ من المخلوقات. كلمه جن ما لطف وخفي، زي الجنين، الجنين ما لطف وخفي، انا مش عارف ايه اللي بطن الام اسمه جنين. زي الجنه، الجنه دي حاجه عظيمه بس انا مش عارفها، ما شفتهاش. فيجي بقى الجن والانس، اللي احنا نعرفه ان الله سبحانه وتعالى اذا ولد الانسان سلط عليه شيطانا جنيا يفضل معاه لغايه ما يموت، فتره اسمها زي فتره التجنيد العسكري كده. بعد التجنيد العسكري، بعد ما بيموت الانسان، بينطلق الجن بقى ويعيش حياته 300 400 1000 سنه 2000 سنه، في شياطين بتعيش الاف السنين. لكن هو عليه فتره تجنيد بيلزم بها انسان يوسوس له. يوسوس له. زمان كانت الشياطين الجن بتوسوس للانس، اعملوا غلط، انحرفوا، اشربوا خمره، زوروا الانتخابات، كذا كذا، ده زمان. لكن في هذه الايام الشياطين الابلسه والجن بقى واقف حيران قدام الانسان، لان الانسان بقى اكثر ابلسه واكثر شيطانه منه. يعني انا اعتقد الان ان الشياطين بيتعلموا مننا دلوقتي وبيغيروا سياساتهم واستراتيجياتهم بناء على اللي البني ادمين وصلوا له. عشان كده ربنا بيقول ايه في سوره الانعام؟ ويوم يحشرهم جميعا، الانس والجن بقى، يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. الجن عاوز يبقى معاه اصحاب كتير قوي من الانس. يفرح الجن قوي لما يكون تبعه يعني بني ادمين كتير. ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام يحكي لنا مره نزل شيطان او الشيطان الكبير نزل على الكفار وهم قاعدين عايزين يتصرفوا يعني عايزين يتصرفوا مع النبي. فنزل الشيطان في صوره شيخ من نجد وقعد يسمع ارائهم، انا ادلكم ازاي تتخلصوا من محمد. وقال واحد نقتله، قال لا. وقال واحد تاني نخرجه بره، قال ده لسانه حلو والناس هتؤمن به. وقال اخر كذا، وقال لغايه لما واحد قال ايه؟ نختار من كل قبيله شاب قوي ونعطيه سيفا، ويجتمع الشباب من كل القبائل ويضربوا محمد ضربه رجل واحد فيقتلوه جميعا فيتفرق دمه في القبائل فترضى قريش بالديه. دي خطة شيطان، خطة جهنمية يعني. هل الشيطان دلوقتي بيحضر معانا الاجتماعات والمؤتمرات؟ أنا أكاد أحلف بالله العظيم إن ما في اجتماع ولا مؤتمر جامعي ولا مؤتمر إلا الأبلسة قاعدين والشيطان الكبير إبليس قاعد. طب إزاي يا دكتور؟ أنا أقول لك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يعني إن الشيطان لما التقى الجمعان، جه الشيطان برضه في صورة راجل له هيبة وقال لهم إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان الشيطان جالهم وقال إني جار لكم، أنا هاجركم وأنا معاكم ومعايا قبيلتي ومعايا الجن بتوعي. وبعدين لما اتهزموا جري ولا على أدبار ولا لا لا لا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بإيه؟ بمصرخي. شياطين الإنس والجن دلوقتي بيوقعوا بعض في مصايب ومشاكل، يجوا قدام القضاء يقول له أنا، والتاني يقول له أنا، أنت اللي قلت لي، أنا اللي قلت لك، أنت فهمت؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا حكاية الأبلسة اللي في كل جامعة، الأبلسة اللي في كل قسم، الابلسه اللي في كل مؤتمر، اللي بتعمل مؤتمرات شيطانيه حاضر فيها الشيطان الكبير نفسه، الشيطان الكبير نفسه. وقاعدين الابلسه، بقيه الابلسه قاعدين يعني حاجه تجنن يعني. فبيقول لك بقى ايه؟ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. قلتوا بقى ان حلفائكم الانس كتير والانس كلهم بقوا تبعنا دلوقتي.
الإنس بقوا أكتر من الأبلس. وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هم قالوا لنا احنا تبعكم واحنا قلنا احنا تبعكم واحنا والشياطين اخوات وعادي، يعني ايه الفرق بين الشيطان والانسان؟ احنا زي بعض، ابلسه زي بعض، مين فينا بيعصي ربنا اكتر؟ شياطين الجن بيتعلموا مننا دلوقتي اساليب الابلسه والاباده والخداع والتزوير. وقال اولياؤه من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض بهذه الكيفيه بالتزوير وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. موضوع الجن والانس بيغروا بعض ازاي وبيتعاملوا مع بعض ازاي ده موضوع مهم، ان شاء الله نكمله في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله الله الله. Oh.